السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا هو تصميم السبرينج. مثل ما أخذنا بالمقاومة السنة الماضية بالمرحلة الثانية، السبرينج هو عبارة عن جزء ميكانيكي يتكون من سلك ذو قطر معين ويلتف بدورات منتظمة. هذا الجزء الميكانيكي له إمكانية أن يتحمل الأحمال الخارجية، يستخدم بالأجزاء الميكانيكية لعدة أغراض، منها امتصاص الطاقة وتسليط القوة والمحافظة على الحركة أو السيطرة على الحركة و لقياس القوة، مثل ما شفنا بالقبان الحلزوني اكو سبرينج يخلون بي وزن ويعطيني فد قياس معين او فد كتلة معينة دي يقيس لياها اثناء تسليط القوة على السبرينج و لخزن الطاقة. السبرينج بي انواع. النوع الاول هو السبرينج اللي يتحمل الكومبريشن، السبرينج الانضغاطي. النوع الثاني اللي يتحمل التنشن. شوف التنشن في النهايات اكو تقوس مثل الهوك حتى يسحب القوة او القوة تسحب السبرينج، بينما بالكومبريشن النهايات ما تكون عدلة لان تكون القوة مضغوطة انضغاطية. النوع الآخر هو السبرينج المخروطي اللي تكون الحلقات أو عدد الدورة أو الدورات مالته تصغر أو تكبر باتجاه معين نسميه مخروطي. عدد الدورات ما متساوية بالقطر مالتها، نفس الشيء بالفوليوت. والسبرينج الآخر اللي هو التورشن اللي يكون يستخدم اثناء عملية اللوي ويسلط لي تاو تورشن. والنوع الاخر اللي هو الليف سبرينج نسميه السبرينج الورقي اللي اغلب الاحيان نشوفه بالسيارات الحمل باللوريات والى اخره. هنا اخوان بالنسبة انواع السبرينج احنا راح نتخصص بتصميم النوع الاول فقط اللي هو الكومبريشر او الكومبريشن هيليكال سبرينج، لان الحديث عن السبرينجات انواعها كلها طويل مطول جدا ومتشابه، ما يحتاج ان نصمم كل الانواع. هو النوع الاول راح نصممه والباقيات بنفس الفكرة نفس النظرية التصميم مالتها. فلذلك راح نقتصر بتصميمنا على السبرينج الانضغاطي. طبعا المعدن اللي نصلنا من عند السبرينج هو اغلب الاحيان استلس ستيل، لكن مثل ما نعرف احنا الستيل بانواع معينة بمعالجات، احدهم نعالجه بالتشكيل على الحار تشكيل على البارد، طبعا كلهن يتعرضن الى السحب، اكو سحب على الحار واكو سحب على البارد الى اخره. فالمعدن المستخدم في تصنيع السبرينج على دائما دائما هو الستيل. العلاقة تربط بالسبرينج ما بين السيجما ألتيميت والدايمتر هي هاي العلاقة، علاقة إكسبونينشال. الأي دايمتر أس بي، الأي هو الكوفيشنت والبي هو الإكسبونينت. ستقول لي إحنا هذا على أي أساس راح نحددها؟ هذا إحنا من قلنا المعدن هو دائما ستيل أو استلس ستيل، فدائما العلاقة هو بين السيجما ألتيميت والدايمتر. الدايمتر اللي أقصد بيه دايمتر الواير دايمتر، هسه نشوفه شنو هذا الواير دايمتر بالسبرينج واللي أخذناه العام حتى بالمقاومة. فالعلاقة تربط ما بين السيجما ألتيميت والدايمتر علاقة إكسبونينشال حسب نوع المعالجة اللي عالجنا بيها السبرينج، مثلا كولد دراون أو ميوزك واير أو أويل تمبريد او كروم فيناديوم او كروم سوليديوم. اخوان هذا الانواع المعادن
المعادن ده ان كلهن خاصات بمن خاصات بالستلس ستيل او بالستيل نفسه. فعلى اساسه صنفوا معادن السبرينج او الرمز مع السبرينج ماتيريال حسب الاي 227 او الاي 228 او الاي 229. فاذا بالسؤال انا انطيتك الماتيريال هو الاي 227 او غيرها من هذين الاصناف، انت قبل راح تروح تشوف الاي كوفيشنت والاكسبوننشال بي حتى تخليهن هنا وتطلع العلاقه ما بين السيجما التيميت والدي في اغلب المسائل. زين، بعد عندي علاقة تربط ما بين السيجما يلد والسيجما التيميت بالسبرينج حصرا هو البوينت 0.75، والسيجما يلد بالشير 0.577 مثل ما شفناها حسب البون مايسيز من السيجما يلد، والسيجما التيميت بالشير يساوي 0.67 من السيجما التيميت. طبعا اخوان مثل ما قلت لكم السبرينج يتكون من واير، هذا الدايمتر الصغير نسميه دي سمول اللي شفناه قبل قليل بمعادلة السيجما التيميت، هذا الدايمتر الصغير نسميه دي سمول، وعندي هذا الدايمتر الكبير مال كويل او مال دورة السبرينج نسميها دي كابيتال. لذلك عندي هذا السبرينج لو اشوفه بوضع الاعتيادي بدون تسليط الحمل سميه سبرينج طبيعي ما مسلطين عليه حمل، هذا اللي انا مأشر عليه. الطول مالته نسميه الفري الطول الحر لان ما مسلطين عليه قوة، ما مضغوط ما منضغط، فيكون الطول هو الطول الحر. بينما اذا كان سلطنا قوة اكبر قوة بحيث تخلي هاي الدورات مال السبرينج تكون متطابقة، دورات السبرينج تكون متطابقة، فنسميه solid length. يعني شنو solid length؟ يعني كأنما السبرينج هو مو عبارة عن دورات، أكو بين كل دورة دورة فراغات، سلطنا أكبر قوة، أكبر قوة سلطناها بحيث جعلنا دورات اللي يفتر بيها السبرينج تنطبق دورة على دورة مثل ما نشوفه بالال اس، نسميه solid length. السبرينج حولناه من flexible بالحالة الأولى إلى solid بالحالة الأخيرة. فهذا solid length نحسبه شلون؟ هو عبارة عدد الدورات، هذا كل وحدة هي دورة، عدد الدورات number of turn total اللي هي NT في الدايمتر small، الدايمتر هو الدايمتر مال الواير، واضح؟ زين، احنا في التصميم مالنا هذا هو قلنا الطول الحر اللي هو السبرينج ما مسلطين عليه قوة. في بعض الاحيان نحتاج ان نعطيه قوة بدائية انضغاطية، يعني بدائية حتى نخليه بالمجموعة الميكانيكية. السبرينج اذا حتى اخليه بالمجموعة الميكانيكية في اغلب الاحيان انطي قوة انضغاطية، لان دائما نطيه بالطول شوية اكبر من المطلوب، شوية اكبر مطلوب، يعني احنا دائما نريد طول بالمجموعة الميكانيكية للسبرينج اقل من طول الفري الفري، فنطي قوة انضغاطية صغيرة وندخله وين بالمجموعة الميكانيكية، يعني نحشره. شوفوا اخوان هذا الشيء ونشوفه، اذا شايفين الدبل مال السياره نوديه لابو البريس يكبسه انه ونخليه وين؟ نخليه بموقعه بالدبل مال السياره. فهذا شو نسميه؟ نسميه بريلود، يعني حمل ابتدائي، حمل انيشال. شو يولد لي؟ يخلي السبرينج ينضغط انضغاطية بدائية نسميه واي انيشال، هاي الانضغاطية او تشوه ديفليكشن بدائي للسبرينج واي انيشال. هذا الحالة مع السبرينج اثناء ما يعمل المجموعة الميكانيكية راح يسلط حمل على السبرينج ينضغط اثناء العمل اثناء الوركينج بقوة اسمها وركينج لود. وركينج لود يعني انضغاط السبرينج
اثناء الحمل الاعتيادي بالمجموعه الميكانيكيه، فشي يولد لي تشوه بالسبرينج، او يولد لي انضغاطيه بالسبرينج، ديفليكشن بالسبرينج، نسميه واي وركينج. وبالاخير قلنا اذا نريد نسلط عليه لود كلش قوي او كلش عالي كلش كبير الحمل، حتى سميناه انديفايند لود، لان لود كلش كبير، في سبيل ان نخلي السبرينج يوصل الى الحاله الصلبه او الحاله الصلده، ينضغط بحيث يتطابق الدورات السبرينج تتطابق مع بعضها. شوف هنا أنا اكو فراغ، هنا أنا اكو فراغ، هنا اكو فراغ قليل، لكن بالاخير فراغ ماكو بين دوره ودوره، دائما اكو انضغاطيه، اكو كونتاكت بين دوره ودوره، فيوصل الى السوليد لينث مثل ما تكلمنا عليه قبل قليل. فش نسمي هذا الديفليكشن؟ نسمي واي كلاش. واي كلاش هو الديفليكشن للسبرينج قد ما يكون السبرينج بالحاله الصلده. لذلك المعادله تربط لي بيناتهم الال فري مع الال اس. الال فري اذا تباوع علي الال فري شو يساوي؟ يساوي واي انيشال باوع علي، واي انيشال زائدا واي وركينج زائدا واي كلاش زائدا ال اس. انا اذا بدي احسب الال فري فلازم اجمع واي انيشال، لان عندي البريلود، اذا ما عندي بريلود يعني ما مسلطين احنا بريلود، يعني صفر للواي انيشال، بس على الاغلب يعطينا الواي انيشال، اذا اعطانا اياه نحسب، العفو يعطينا بريلود نحسب الواي انيشال. هسه نشوف شلون نحسبه. والواي وركينج هو من 10 الى 15% من الواي كلاش، او العفو واي كلاش يساوي من 10 الى 15% او من 15 الى 25% من الواي وركينج. فهاي المعادله اللي انا قلت لك بيها الال اس يساوي لي ال سوليد، ال سوليد زائد واي كلاش زائد واي وركينج زائد واي انيشال. الواي كلاش شلون احسبها؟ قلت لك هو من ال 15% الى ال 25% من الواي وركينج، يعني لازم اروح احسب الواي وركينج واضربها يا اما من ال 15 الى ال 25% فد نسبه معينه، اذا اعطاني اياها بالسؤال اخذها مثل ما هي، او اذا ما اعطاني اياها افرضها مثل ما تعلمنا بالسابق نفرض. عندنا مصطلح جديد هو السي، نسميه سبرينج اندكس، اللي هو الدايمتر كابيتال على الدايمتر سمول. الدايمتر كابيتال هو قلنا عدد الدورات الملف دي كابيتال، والدايمتر سمول هي عدد دورات، العفو هو دايمتر مال دورات الملف الكبيره، والدي سمول هو الدايمتر مال الواير. سبرينج ريت اللي هو ثابت السبرينج كي اللي اخذناه حتى بالاول ميكانيك، يساوي القوه على الديفليكشن على الواي المسلطه. البتش، شنو اقصد بالبتش؟ هي الخطوة. شوف لو ارجع للسبرينج مالتي، من اتحرك من هالنقطة بالذات، من هالنقطة الى هالنقطة، يعني نفس النقطة بالدورة المجاورة، مو هاي قلنا عندنا عدد دورات السبرينج، بنفس النقطة من هاي النقطة لهاي النقطة، هاي اعتبرها هو هذا بتش. شوف هنا أنا. هاي النقطة شنو المجاور إلها؟ هاي النقطة ونفس المكان، فهاي تعتبر بيتش. فالبيتش هي الخطوة اللي يتقدمها السبرينج بكل خطوة أو بكل دورة، يساوي الله فري على نمبر اوف تيرن، يعني عدد دورات السبرينج الكلية ناقص واحد. هنا بالتثبيت السبرينج، في عملية تثبيت السبرينج احتاج ان افقد عدد من الدورات بالحافات. شلون؟ احنا عندنا بالتثبيت مو كل التثبيت متساوي، مثل ما اخذنا عندنا تثبيت الكانت ليفر مو مثل تثبيت الفيكسد سبورت، ولا مثل الكلامبد، ولا مثل الهنجد سبورت، فكل سبورت الى خاصية تختلف عن الاخرى. نفس الشيء بالسبرينج، الحافات النهائية نحتاج ان نثبتها حتى ما تخرج عن مسارها، فهاي عملية التثبيت راح تخلينا نفقد جزء من عدد الدورات. يعني لو نشوف هنا بلين اندز، يعني الحافات تكون هيك بالنهاية، فهاي الدورات راح نفقد منها نص دورة من فوق ونص دورة من جوه،
لذلك عدد الدورات الاكتف، الاكتف اقول انا عدد الدورات الاكتف يعني اللي تدخل حقيقيا بالعمل، تدخل حقيقيا باسناد المجموعه الميكانيكيه، نسميها ان اي، ما تساوي ان تي، راح تفقد، راح دائما شوف بالبلين اندز ان اي يساوي لي ان تي، هنا ما فقدنا، بس بالبلين اند جراوند اند نفقد لنا دوره كامله. شلون؟ بلين اندز قلنا ما نفقد نفس ما هن، بس بالجراوند اندز نفقد لنا دوره واحده، شوف نص واحده من فوق ونص واحده من جوه، هذني نفقدهن اثناء عمليه التفقيد، اثناء عمليه التثبيت نفقدهن من يا ناحيه، نفقدهن لان اكو بالتثبيت راح يخلي لنا هذن يكون الحافات غير فعاله، بينما بالسكوير اند راح تخلينا نفقد لنا دوره من فوق ودوره من جوه، لذلك تكون ان اي يساوي ل ان تي ناقص 2. فدائما من اقول ان اي هو عدد الدورات اللي تدخل حقيقيا بالوركينج اثناء الشغل مالتي، اثناء التحميل الاسناد الحقيقي يقع على اليمن على ان اي نمبر اوف اكتف، لكن نمبر اوف توتال تيرن هي عدد الدورات الكليه اللي من ضمنها فقدناها بعملية التثبيت. شوف اخوان هسه حتى نتعامل مع الاجهادات بالسبرينج، شوف قلت لك اني هدي كابيتال هو الدايمتر مال الدوره كلها، دايمتر مال الدوران او اللفه مال السبرينج، والدي سمول هو الدايمتر مال الواير. حتى نحسب الاجهادات نفس الطريقه اللي حسبنا بها الاجهادات العام بالمقاومه. ايش قلنا بالسنه الماضيه؟ عندنا تسليط حمل اللي هو الاف، هذا الاف حتى النقله الى الحافه على المقطع على الكروس سكشن، النقله قوه وتورشن ده يسوي لي لوي، فاذا التورشن يسوي لي تاو تورشن، والقوه القصيه الاف يسوي لي تاو شير، لذلك انا عندي اجهادات اثنين تاو تورشن اللي هي سميناها تاو 1 والتاو 2 اللي هي تاو شير، نسوي لهم كومبينيشن حتى نحسب التاو ماكسيمم الكليه نفس الطريقه العام اخذناها بالمقاومه. هنا راح يظهر لنا معامل اسمه كي اس، كي اس هو الشير ستراس فاكتور اللي يساوي 1 زائد 1 على 2 سي او 1 زائد النصف على سي. لذلك تاو تورشن هذا اللي هي اكبر اجهاد يتحمله السبرينج 8 اف في الدي على باي دي تكعيب، الدي كابيتال نعرف شنو هي والدي سمول شنو هي، والاف هي القوه المسلطه، والكي اس هو معامل القص او معامل القص للسبرينج، معامل القص للسبرينج يساوي 1 زائد 1 على 2 سي. طبعا هذا الكي اس حذفنا منه تأثير تمركز الإجهادات أو تأثير الكيرفتشر مال التقوس مال سبرينج، إذا دخلنا تأثير التقوس مال سبرينج راح يصير معامل بدل الكي اس معامل آخر نسميه وول فاكتور اللي أخذناه كذلك العام بالمقاومة، الوول فاكتور اللي هي 4 سي ناقص 1 وعلى 4 سي ناقص 4 زائد 0.615 على سي، هو نفس المعاملة أو نفس الإجهاد العدي تاو ماكسيمم هم 8 اف دي على باي دي سمول تكعيب، لكن هناك كان ينضرب في الكي اس، هنا ينضرب في الكي دبليو. شوف خليني أقول لك شنو الفرق ما بين هاي المعامل المعادلتين. المعادلة الأولى، المعادلة الأولى تكون ما مداخل بيها تأثير التقوس أو تأثير التقوس تمركز الإجهادات بالسبرينج، المعادلة الثانية مدخل بيها، لذلك المعادلة الأولى راح نستخدمها بالأحمال الثابتة الستاتيك لود بالسبرينج، المعادلة الثانية راح نستخدمها بالأحمال الديناميكية بالسبرينج. هسه راح نشوف شلون. هنا مثل ما قلت لك الكي دبليو اللي هي هذه يساوي الكي اس في الكي سي، الكي سي اللي هي ستريس كونسنتريشن فاكتور نتيجة الكيرفتشر. اخوان هاي سميها كي دبليو خافية ما واضحة يمك، هي نفسها كي دبليو قبل قليل تعاملنا وياها.
شلون نحسب الديفليكشن اللي هي الانضغاطية اللي قبل قليل تكلمت عليها بالال فري؟ قلنا عندنا انضغاطية، مرة انضغاطية انيشال، واي انيشال، او نسميها دلتا انيشال. نفس الشيء اذا قلنا دلتا انيشال او سميها واي انيشال اذا كان عندي بريلود، واذا كان عندي وركينج لود سميناه واي وركينج او دلتا وركينج. نفس الشيء من اقول دلتا اقصد به نفس الواي اللي هو الديفليكشن. فالديفليكشن اشتقيناه من معادله الثيتا اللي هي اخذناها العام بالمقاومه، الثيتا يساوي تي في الال على جي جي اللي روتيشن مال سبرينج. فالدلتا ديفليكشن من عندها اشتقينا يساوي لي يا اما 8 اف دي كابيتال تكعيب ان اي، والان اي هي نمبر اوف اكتف كويل، على جي في الدي اس 4 سمول. هاي المعادلة خليها داخل مستطيل، او نفسها اللي هي هذه 8 اف بدلالة السي، لان نعرف احنا الدي كابيتال على الدي سمول هو السي. فيا اما نستخدم هاي المعادلة حطها داخل المستطيل او هاي المعادلة. الكي اللي هو ثابت السبرينج قلنا عليه اف على الدلتا، مجرد ان نقسم هذا الاف على هذا الدلتا اللي اخذناه يطلع لنا المعادلة النهائية للكي. البكلينج اخوان شنو البكلينج؟ البكلينج هو انبعاج السبرينج، يعني خروجه عن مساره. شوف احنا هذا هو مسار السبرينج، مسار محوري. المحور مال السبرينج ايش بيه؟ راح يصير بي تشوه او انبعاج بالمحور مالته. شلون اعرف هذا الانبعاج؟ اذا كان الفري على الدايمتر اكبر من 4 فيعني انبعاج راح يحدث. هاي انا حاط لك اياها الملاحظه باللون الاحمر. بينما اذا كان الفري على الدايمتر كابيتر اقل او يساوي 4 فنقول الانبعاج لا يحدث. هذا بالنسبه حتى نشيك الانبعاج. لكن حتى نحسب الاف كريتيكال، هاي الاف كريتيكال هي القوه الحرجه واللي هي بالحقيقه هي اكبر قوه نقدر نسلطها على السبرينج اللي ما يخلي يحدث انبعاج. شو يساوي؟ يساوي كي في الكي بي، واللي هي كي بي هو فاكتور البكلينج، معامل البكلينج في ال فري ال اف. طبعا هاي يا اخوان تعتمد على نوع التثبيت، راح تتغير المعادله على نوع التثبيت بعد ما راح نعوض. زين الموضوع الاخر اللي هو السورج انسبرينج. شنو السورج اقصد بيه؟ السورج هو عمليه حدوث الرنين. احنا اخذنا بالمقاومه او اخذنا العفو حتى بالفيزياء بس بالاعداديه انه اذا عندي قوه خارجيه مسلطه على سيستم معين، اي سيستم مسلطين عليه قوه خارجيه، وهاي القوه الخارجيه اكيدا بها تردد، وكان تردد النظام اللي انا مسلط عليه هاي القوه كان يكون فد محرك او فد مجموعه ميكانيكيه مسلطين عليها قوه خارجيه، وتردد هاي المجموعه الميكانيكيه قريب او يساوي لتردد القوه الخارجيه، شو يحدث؟ يحدث عندنا عمليه الرنين. الرنين اللي هو الاهتزاز العالي اللي يخلي النظام يفشل نتيجه الاهتزازات العاليه، و ومثلناها بالثانويه قلنا اذا عندنا عدد من الجنود يعبرون جسر ما نخليهم كلهم يعبرون سويه حتى تكون حركه الرجل مالتهم على الجسر قويه بحيث توصل للتردد الرنين، نخليهم مجموعات مجموعات اذا تتذكرون هذا المثال اللي اخذناه طبعا. فعلى العموم التردد السبرينج لازم نحسبه ونقارنه بتردد القوة الخارجية. إذا أعطاني بالسؤال تردد القوة الخارجية، التردد السبرينجي أما نحسبه بالسايكل بير سكند أوميجا إن أو إف إن. إف إن هسميها إف إن اللي هي بالسايكل بير سكند الإف إن عفوا، والأوميجا إن بالهيرتز. الاوميجا ان بالهرتز، والهرتز اللي هي الراديان بير سكند، اما الاف ان بالسايكل بير سكند.
الأوميجا إن هي الباي تحت الجذر كي في جي على الدبليو. الدبليو هو وزن السبرينج، بينما الاف ان هو واحد على اثنين تحت الجذر كي جي. الجي طبعا هو اخوان، هو تعجيل الارضي على الدبليو. الاوميجا او الدبليو اللي هي وزن السبرينج، اللي هي الاي الاريا مال السبرينج، في الال في الجاما. طبعا هاي يشتقها ويدخل بها المتغيرات، يحسب بالاخير تطلع هاي المعادله النهائيه للدبليو وزن السبرينج، يعوضها بالاف ان يطلع لنا هاي المعادله النهائيه بالسايكل بير سكند. واذا لا اريد يعوضها وين؟ يعوضها بالاوميجا ان، تطلع لك بالهيرتز. هسه تقولي ليش اعطيتني مره اوميجا ان مره اف ان؟ لان انت احتمال بالسؤال يعطيك اياه القوه التردد القوه الخارجيه بالهيرتز، واحتمال يعطيك اياها بالسايكل بير سكند. فانت شو تسوي حتى تخلص من هذا الاشكال؟ هو الفرق ما بيناتهم شنو؟ بس الباي على اثنين، بس الباي على اثنين. يعني انا دائما عندي هاي المعادله النهائيه للاف ان، هاي المعادله النهائيه لمن؟ للاف ان. اذا انطاني اياه التردد الخارجي للقوه الخارجيه بالسؤال، طاني اياه بالسايكل بير سكند، فهو مثل ما هو اقارن به هذا التردد مع التردد العدي. اذا كان قريب اقول بيرنين، اذا كان يساوي اقول بيرنين. شنو يعني قريب؟ يعني مثلا اذا انا بالسؤال طاني اياه 500 وانا هنا حسبته 498، اقول كلش قريب راح يحدث الرنين. بينما اذا طاني اياه بالهيرتز، فش اسوي؟ اطلع الاف ان واضربها في الباء في الاثنين على الباي، اضربها العفو في اثنين باي، نعم اضربها في اثنين باي. فالاف ان اضربها في اثنين باي حتى احولها للاوميجا ان بالهيرتز، حتى اقارنها اذا كان عندي بالسؤال مطنيها بالهيرتز. اذا هتكون حتى اشيك التصميم مالتي.